محاضرتنا اليوم الانتي مايكروبيال ثيرابي. قبل كانوا يسموه الكيمو ثيرابي، هسه تعرفون على الكانسر الادويه اللي نستخدمها لعلاج الكانسر اللي قلنا نسميها الكيمو ثيرابي، فهذا الجروب قاموا يسموه الانتي مايكروبيال. الانتي مايكروبيال دراجز that have ability to injure or kill the invading microorganism without harming the host cell. يعني الدراجز اللي ناخذها اللي تقتل البكتيريا او توقف نموها، لذلك احنا نشوف من ناخذ اي انتي بايوتيك او انتي بكتيريال انتي فانجال انتي فايرال، خلايا جسمنا ما راح تتاثر، مجرد ان المايكرو اورجانيزم اللي داخل الجسم هي اللي راح تتاثر بها. الانتي مايكروبيال تشمل الانتي بكتيريال انتي فايرال انتي فانجال، واللي راح ناخذه هاي المحاضرات اللي راح يعني ناخذها هسه. الانتي باراسيتيك احنا ما راح ننطيها لانه انتم دا تاخذوه بالمايكروبيولوجي، مو عندكم درس باراسايت ودا ينطوكم التريتمنت وياها. ما عدا الانتي بروتوزوال راح ناخذ الميترونيدازول كاكزامبل عليه، واللي كلنا نعرفها يعني الاكثر استخدام له هو الميترونيدازول. اول شيء راح نبدي بالانتي بكتيريال دراجز. اكو اكثر من كلاسيفيكيشن للانتي بكتيريال دراج اعتمادا على الافكت مالته، يقسم الى بكتيريسايدال اند بكتيريوستاتيك. بكتيريسايدال شنو معناه؟ انه الدراجز كل ذي بكتيريا، يعني احتاج خليه في مرحله تكوين حتى ادخل واحده من الستيبس مالت التكوين مال الخليه وحتى تنقتل الخليه. الثاني اللي هو البكتيريوستاتيك، انه انا عندي بكتيريا موجوده بس اوقف نموها وتكاثرها، لذلك نسميها بكتيريوستاتيك. قلنا الانتي مايكروبيال ثيرابي اسم الجديد لهذا الجروب من الدراجز اللي تشتغل على البكتيريا والفيروس والفنجاي او الباراسايت ايضا. قبل كان يسموه هذا الجروب بالكيمو ثيرابي، هسه تحول الكيمو ثيرابي للكانسر تريتمنت. قلنا هي drugs that have ability to injure تجرح أو تأذي or kill the invading microorganism without harming the host cell. وقلنا أنه نشوف الأنتي فانجل اللي ناخذها أو أنتي فايرال أو الأنتي بكتيريا اللي ناخذها، نشوف خلايا جسمنا ما تتأذى، راح يتأذى هو الـ invading microorganism فقط. الأنتي مايكروبيال تشمل البكتيريا والفيروس والفانجاي. الجزء الثاني هو الانتي باراسيتيك اللي هو يشمل الانتي بروتوزوال والانفيلمنتيك. ذني الاثنين قلنا ما ناخذهم لانه راح ينطوكم يا جماعه الباراسايت وينطوكم التريتمنت بيها، ما عدا الانتي بروتوزوال راح ناخذ الميترونيدازول كاكزامبل عليه اللي هو دراج اوف تشويس الكثير من البروتوزوال. انتي بكتيريال دراج classifications of antibacterial drug اكو اكثر من classification الها حسب الافكت مالتها، تقسم الى bactericidal and bacteriostatic. bactericidal شنو يعني سايدال؟ انه تقتل الخليه. drugs that kill the bacteria. static static يعني توقف، فهي drugs that inhibit the bacterial growth. فبالسايدال احتاج خليه في مرحله تكوين حتى اقدر اقتلها، بينما اذا الخليه كامله يعني بكتيريا او فيروس او الفانجاي بالجسم هي موجوده بس اني راح احاول امنع الجروث مالتها والتكاثر مالتها. الكلاسيفيكيشن الثانيه على السبيكترم مالته، يعني حدود او نطاق شغلها. اول جروب النيرو سبيكترم، هذه كلش نيرو. لو تسمعوني مو شباب؟ نعم دكتور. الدرج مثال عليه عندنا الايسونيازايد اللي يختصروه بالاي ان اتش، هذا يشتغل على المايكوبكتيريوم فقط، المايكوبكتيريوم اللي يسوي لنا تي بي توبركلوسز. الايسونيازايد درج اوف تشويس للمايكوبكتيريوم فقط، فكلش محصور السبيكترم مالته. الثاني هو الاكستند سبيكترم، شويه اوسع، مثل الامبيسيلين والاموكسيسيلين، دول يشتغلون على الجرام بوزيتيف اند سم جرام نيجاتيف بكتيريا.
الثالث والأخير هو البرود سبيكترام. برود يعني واسع جدا، مثال عليه عندنا التتراسايكلين، السبروفلوكساسين اللي هو السبرودار كلنا نستخدمه، هذا يشتغل على نساء عفوا نطاق أوسع، أنه الجرام بوزيتيف والنيجاتيف وشوية أكثر بعد. المشكلة اللي بالبرود سبيكترام شنو؟ عندي مصطلح تشوفون هنا اسمه مكتوب كاتبت لكم سوبر انفكشن، يعني اني اخذ التتراسايكلين او السبروفلوكساسين حتى اعالج فد ديزيز او فد حاله عندي. المشكله اللي راح يصير شنو؟ انه هاي البرود سبيكترام دراج، وتعرفون انتم بالانتستين عندنا نورمال مايكرو فلورا ايكولاي وغيره، وكل واحد بكميه محدده. اني من انطي سبروفلوكساسين تتراسايكلين راح يقتل لي نوع واحد من هاي النورمال مايكرو فلورا اللي موجوده بالانتستين، فرضا الايكولاي. عندي بعد اني كلوستريديا وعندي كانديدا بالانتستين، فش راح يصير؟ يبين الكميه او الليفل مال الكلوستريديا والكانديدا كانه اكثر، يعني هي بالحقيقه ما زادت، بس لانه الايكولاي اللي موجوده المفروض بكميه معينه ودول بكميات محدده صار امبالانس بيناتهم، فراح يبين الكلوستريديا بريفرنجس والكانديدا البيكانس اكثر، فراح يصير عندي سايد افكت يظهر، يعني كانه ديزيز ثانيه ظهرت عندي. مثلا الكلوستريديا بريفرنجس تسوي لك سيفير دياريا كلش، يعني فد شيء مو طبيعي. هذا شو سويت اني؟ صار عندي سوبر انفكشن. مشكله البرود سبيكترام انه يسوي سوبر انفكشن اللي سببه شنو؟ الامبالانس اللي يصير بالنورمال مايكرو فلورا. اوكي دكتورة، زين النورمال فلورا هاي ايش قد تاخذ يعني وترجع طبيعية؟ مو احنا لازم راح نرجع ناخذ تريتمنت ثانية بعدين للكلوستريديا اللي نشطت عندي، يبقى على التريتمنت اللي ناخذه بعد وحتى يتوقف. فلذلك احنا عادة نفضل انه ما ناخذ البرود سبيكترم، نحاول نتحدد وننطي تريتمنت. هذا يعني احنا المفروض شو نسوي؟ سنسيتيفيتي تيست، شايفين انتم بمراكز الحساسيه ياخذون يا انتي بايوتيك يسووا له سنسيتيفيتي تيست ويعرفون يا درج مناسب لهاي المايكرو اورجانيزم اللي ظهرت عندي، وننطي التريتمنت. بس تعرفون احنا ما عندنا هيك شيء نسوي، صحيح؟ الو، صحيح صحيح طيب. لذلك احنا يعني كلنا دا ناخذ تتراسايكلين سيبروفلوكساسين، اصلا احنا ناخذ وحدنا بدون استشاره الطبيب همينا. هاي الادويه اللي دا نحكيها هسه احنا كلنا دا ناخذها، لذلك تشوفون عندنا ريزيستنس همينا الها. هسه النقطه المهمه بالبرود سبيكترم انه يصير عندي سوبر انفكشن، مثال عليه انه يصير عندي زياده يعني ظهور الكلاستريديا بريفرنجس او كانديدا البيكانس بسبب الامبالانس اللي يصير بالنورمال مايكرو فلورا. according to target او according to mechanism of action، تعرفوا هذا المختصر احنا ماخذين بالكورس الاول mechanism of action، يقسموه الى cell wall synthesis inhibitor، cell membrane synthesis inhibitor، protein synthesis inhibitor، nucleic acid synthesis inhibitor and metabolism inhibitors. هاي الصورة تبين لك المايكرو اورجانيزم البكتيريا مثال عليها، بها السيل وول مجموعة الادراج اللي تشتغل عليها وراح ناخذها كلها بالتفصيل، السيل ممبرين اللي على الدي ان اي والار ان اي على كل مراحل البروتين سينثيسيس. تريتمنت هذا الار اكس انا اقصد بيه التريتمنت، سنجل تريتمنت شنو فائدته؟ الادفانتجز مالتها ريديوس سوبر انفكشن، لان انا راح اخذ واحد واعرف عليه من يشتغل فما راح يصير عندي سوبر انفكشن. ديكريز ايمرجنسيز اوف ريزيستنس. النقطه الثالثه مينيمايز توكسيسيتي. بات كومبينيشن سم تايم از فيري امبورتنت، مثال عليه بحالات التوبركلوسز، حالات التي بي عندنا تو فيس اوف تريتمنت. الفيس الاولى اربع درجات ولازم ناخذها، الفيس الثانية راح تصير تو درج وراح ناخذها باخر محاضرة بالانتي مايكروبيال. Advantages of combination نقطتين، ساينرجزم
مثلا اخذ البيتا لاكتامز ويا الامينو جلايكوسايد. بالمناسبه مو كل البيتا لاكتام وكل الامينو جلايكوسايد اذا سويتهم يعني انطيتهم سوا راح يصير ساينرجزم. احنا ما راح نشرح راح ناخذ منو ومنو، بس المهم اكو عناصر يصير بيناتهم ساينرجزم. النقطه الثانيه واللي هي اهم انه انفكشن with unknown origin. انت ما تعرف شنو، مثل ما هسه نحكي انا ما اعرف شنو هو المايكرو اورجانيزم اللي مسويت لي الحاله، اروح اضطر اسوي كومبينيشن او اخذ برود سبيكترم وهذا راح يسوي لي مشاكل. الديس ادفانتج انه انترفير with each other بالاكشن مالتها، يعني واحد سايدل وواحد ستاتيك راح يضاربون ويتوقف الشغل بيناتهم، واحيانا يصير انترفيرنج بالميكان بالعفو بالكاينتيك ايضا مالتهم فيسوي لنا مشاكل. وهذا السلايد يعني مهم جدا. سنجل تريتمنت ريدوس سوبر انفكشن ديكريز ايمرجنسيز اوف ريزيستنس مينيمايز توكسيسيتي. كومبينيشن ضروري بحالات مثل التي بي تبركلوسيس. ادفانتجز اوف كومبينيشن ساينرجيزم اند انفكشن وذ انون اوريجين. The disadvantage interfere with the action of each other. واضح لهنا يا شباب قبل ما ندخل بأول جروب؟ أكو مشكلة عيد فتشي؟ لا كلش واضح. أول جروب هو cell wall synthesis inhibitor. إذا إحنا راح نمشي على ال classification مال التارجت أو الميكانيزم أوف أكشن. نجي أول شيء إنه الـ cell wall not found in mammalian cell. هسه خلايا جسمنا كلكم ماخذي انه احنا راسا يبدي عندنا بالـ cell membrane صح؟ هذول المايكرو اورجانيزم عندهم cell wall. cell wall من ايش يتكون؟ يتكون من peptidoglycan layer. peptidoglycan is main component. شو يحتاج؟ يحتاج proliferative cell، يعني عندي خليه في مرحله التكوين يكون لي cell wall حتى اني انطي الدرج يمنع تكوين السيل وول وبالتالي تقتل لي الخليه. اذا هاي المجموعه من الدرج هي سايدل بكتيري سايدل. هسه نيجي خلينا نشوف شنو من شنو يتكون البيبتايدوجلايكان لاير اللي يكون لي السيل وول. يتكون من بريكورسر اسميه ان اسيتيل ميوراميك اسيد ان اسيتيل جلوكوزامين. هاي الاثنين هم البريكورسر. الـ N-acetyl ميوراميك أسيد مرتبط ب 5 أمينو أسيد. 5 أمينو أسيد هذا البريكورسر ويا بريكورسر ثاني بصفه يرتبطون بجلايكوسيدك بوند بعملية ترانسجلايكوزيليشن. هذا البوند أريد تحفظه لأن يعني عندنا وحدة من السيل وول انهبيتر تشتغل على هذا البوند. بريكورسر مالتنا N-acetyl ميوراميك أسيد جلوكوزامين ان اسيتيل جلوكوزامين يرتبط بجلايكوسيدك بوند ويا بريكورسر ثاني وثالث والرابع الى ان يسوون لي لاير وحده. السيل وول ما يتكون من لاير وحده، من عده لايرز. هسه الطابق الثاني نفسه متكون من نفس الاليه. عندنا فد انزيم نسميه ترانس بيبتايديز انزيم. ترانس بيبتايديز انزيم هذا شو يسوي؟ يربط الامينو اسيد الخمسه مال الان اسيتيل ميوراميك اسيد الفوق ويا الان اسيتيل ميوراميك اسيد الجوه. يطلع واحده من فوق واحده من جوه فراح يبقى اربع امينو اسيد فوق ويا اربع امينو اسيد جوه يربطهم فيسوي الكروس لينك. وهذا الثاني هم صار نفس الطريقه، هذا الثاني ويا الطابق الثالث والرابع وهذا كله يصير بنفس الاليه. فش راح يكون لي ريجيد سيل وول يعني ثيك ورجد حتى يحافظني على الخلية. نجي للدرجات مالتنا اللي هي سيل وول سينثيسيس انهبيتر اللي يسوي انهبيشن للسينثيسيس مال سيل وول. هي نسميها البنسلين بايندينج بروتين. ليش سميناها بنسلين بايندينج بروتين؟ شافوا انه هاي البنسلينات اللي هي واحدة من مثال على هذا هاي المجموعة من الدرجز يجي يرتبط بالترانسبيبتايديز انزيم اللي دا يسوي لي الكروس لينك. شو يسوي له؟ انهبيشن. من صار انهبيشن بعد ماكو كروس لينك صح؟ ولا هنا ولا هنا، ف
فش راح يصير لاير عن لاير تنفصل، وبالتالي راح ينكسر السيل وول، وراح يصير تعرفون بعد انتو اوزمولاريتي واشياء تطلع بكيف واشياء تدخل بكيفها، فالخلية تموت. ويا يا شباب الو تعرف شنو اللي صار، كل ما هنالك لدرج مالتي يسوي انهبيشن للانزيم اللي يسوي لي الكروس لينك بين اللايرز، اذا ماكو راح يصير ديستركشن بالسيل وول، وهذا الجلايكوسيدك بوند كلش مهم اريد تنتبهوني عليه، راح ناخذ الدرج بوقته وراح نشرح يشرح وشوف الميكانيزم. بس هذا الفيديو اريد تشوفوه، هذا بيل شلون راح يتكون السيل وول والبنسلينات شلون راح تشتغل وشلون اكو ريزيستنس، اني ريزيستنس اريد تشوفوه هنايا وتعرفون الطريقه، وراح تاخذون انتم او اخذتوها يمكن بالمايكروبيولوجي لو بعدكم ما بديتوا ما اعرف. بس اني كفارماكولوجي ما اريد يعني بالامتحان اني ما اطلبه منكم، بس اريد هنا بالفيديو انتم تشوفوه وتعرفوه. Structurally, most bacteria consist of a cell membrane surrounded by a cell wall, and for some bacteria, an additional outer layer. Internal to the cell membrane is the cytoplasm, which contains ribosomes, a nuclear region, and in some cases, granules and/or vesicles. Depending on the bacterial species, a number of different external structures may be found, such as a capsule, flagella, and pili. In gram-negative bacteria, the gap between the cell membrane and the cell wall is known as the periplasmic space. Most gram-positive bacteria do not possess a periplasmic space, but have only periplasm, where metabolic digestion occurs and new cell peptidoglycan is attached. Peptidoglycan, the most important component of the cell wall, is a polymer made of N-acetylmuramic acid, alternating with N-acetylglucosamine, which are cross-linked by chains of four amino acids. The function of the bacterial cell wall is to maintain the characteristic shape of the organism and to prevent the bacterium from bursting when fluid flows into the organism by osmosis. Synthesis of the peptidoglycan and ultimately the bacterial cell wall occurs in a number of stages. One of the first stages is the addition of five amino acids to N-acetylmuramic acid. Next, N-acetylglucosamine is added to the N-acetylmuramic acid to form a precursor of peptidoglycan. This peptidoglycan precursor is then transported across the cell membrane to a cell wall acceptor in the periplasm. Once in the periplasm, the peptidoglycan precursors bind to cell wall acceptors and undergo extensive cross-linking. Two major enzymes are involved in cross-linking: transpeptidase and D-alanyl carboxypeptidase. These enzymes are also known as penicillin-binding proteins because of their ability to bind to penicillins and cephalosporins. Eventually, several layers of peptidoglycan are formed, all of which are cross-linked to create the cell wall. Gram-positive bacteria may have more layers than gram-negative bacteria and thus have a much thicker cell wall. Beta-lactam antibiotics include all penicillins and cephalosporins that contain a chemical structure called a beta-lactam ring. This structure is capable of binding to the enzymes that cross-link peptidoglycans. Beta-lactams interfere with cross-linking by binding to transpeptidase and D-alanyl carboxypeptidase enzymes, thus preventing bacterial cell wall synthesis. By inhibiting cell wall synthesis, the bacterial cell is damaged. Gram-positive bacteria have a high internal osmotic pressure. Without a normal rigid cell wall, these cells burst when subjected to the low osmotic pressure of their surrounding environment. As well, the antibiotic penicillin-binding protein complex stimulates the release of autolysins that are capable of digesting the existing cell wall. Beta-lactam antibiotics are therefore considered bactericidal agents. Bacterial resistance to beta-lactam antibiotics may be acquired by several routes.
One of the most important mechanisms is through a process known as transformation. During transformation, chromosomal genes are transferred from one bacterium to another. When a bacterium containing a resistance gene dies, naked DNA is released into the surrounding environment. If a bacterium of sufficient similarity to the dead one is in the vicinity, it will be able to uptake the naked DNA containing the resistance gene. Once inside the bacterium, the resistance gene may be transferred from the naked DNA to the chromosome of the host bacteria by a process known as homologous transformation. Over time, the bacterium may acquire enough of these resistance genes to result in a remodeling of the segment of the host DNA. If this remodeled DNA segment codes for cross-linking enzymes, i.e., penicillin-binding proteins, the result is the production of altered penicillin-binding proteins. These altered penicillin-binding proteins can still cross-link the peptidoglycan layers of the cell wall, but have a reduced affinity for beta-lactam antibiotics, thus rendering the bacterium resistant to the effects of penicillin and other beta-lactam agents. This transfer process has resulted in penicillin-resistant S. pneumoniae through the acquisition of genes from other naturally occurring penicillin-resistant Streptococcus species. A second important mechanism by which bacteria become resistant to beta-lactam antibiotics is by the production of enzymes capable of inactivating or modifying the drug before it has a chance to exert its effect on the bacteria. Depending on the bacterial species, the gene coding for these enzymes may be found as part of the host DNA or on plasmids, which are small, self-replicating units of genetic material. Bacteria are capable of passing these resistance plasmids to each other by conjugation. When two bacteria come into close contact with each other, a small channel is created between them, which allows one of the bacteria to pass a copy of the resistance plasmid to the other. If the plasmid is transcribed and translated, the bacteria will begin to produce inactivating enzymes. These enzymes, capable of destroying beta-lactam antibiotics, are known as beta-lactamases. In gram-positive bacteria, the beta-lactamase enzyme is generally inducible, resulting in a large amount of enzyme being produced in the presence of the drug. In gram-negative bacteria, the beta-lactam enzymes are produced constitutively, i.e., even when the antibiotic is not present. Gram-positive bacteria release the beta-lactamase enzyme from the cell into the extracellular environment where it inactivates the drug before it enters the bacterial cell. In contrast, gram-negative bacteria retain the beta-lactamase enzyme within the periplasmic space, resulting in a more efficient mechanism than gram-positive bacteria. Ultimately, the destruction of the beta-lactam ring of the antibiotic renders it incapable of binding to the penicillin-binding protein, and thus the bacteria become resistant to that drug or class of drugs. ترى هسه هنا الميكانيكيات اللي نذكرها بهذا الفيديو اثنين مو؟ ليش واحد هو واحد قلنا انه بس واحد من البيتا لاكتام؟ هو البيت اي هو هنا البيتا لاكتام راح يشمل لي بنسلين وسيفالوسبورين واكو بعض الدرجات راح ناخذها كلهم يشتغلون بنفس الميكانيزم انه يسوون انهبيشن للانزيم اللي مسؤول عن الكروس لينك ترانسبورتيز انزيم هذا الانزيم نسميه بنسلين بايندينج بروتين بدل ما اسميه ترانسبورتيز انزيم اسميه بنسلين بايندينج بروتين لان هو كانزيم هو بروتين بما انه البنسلين ده يجي يرتبط به فسموه باسمه من نروح للسيفالوسبورين اسهمنا لانه سيفالوسبورين ده يرتبط به اكو كتب يسموه سيفالوسبورين بايندينج بروتين بس احنا ماشي انه نسميه بنسلين بايندينج بروتين او تريد تسميه ترانسبيبتايديز انزيم كيفك بس هو معروف يعني اخاف تشوفه بغير مكان او اجيبه بالامتحان انت تعرف الترانسبيبتايديز هو نفسه بنسلين بايندينج بروتين تمام دكتوره تمام هو الجروب من الدرجز اللي موجوده بالسيل وول سنتيسز انهبيتر هي البنسلينز
والبنسلينات كلنا نعرف انه ريزيستنس الها عاليه كلش هوايه. انكلود بيتا لاكتام رينج ان ذير ستراكشر، شفتوا الرينج الرباعيه وفوقها خماسي، هو هذا المربع اللي جوه هو هذا البيتا لاكتام رينج اللي شفتوا البيتا لاكتاميز انزيم شلون سوى له هيدروليسز وكسر البوند، شفتوه مو؟ نعم نعم دكتور. البنسلين ريتش بون، يعني من انطي الدراج اشوف اكو كونسنتريشن من عنده واصل للبون للسيربرو سباينال فلويد، بس بالسي ان اس ما يوصل الا يصير عندي انفلاميشن مثل حالات المننجايتس السحايا، راح يصير انفلاميشن بالسي ان اس، فيلا يقدر يعبر البنسلين الى السي ان اس. ليش؟ اكو يعني البحوث اللي سووها شافوا البنسلينات اللي هي اسيدك راح يروح من يصير عندي انفلاميشن بفد مكان الميديا، ايش راح يصير؟ يصير اسيدك، اسيدك ميديا، فمن عندي انفلاميشن راح يصير اسيدك ميديا، فالبنسلين يلا يقدر يعبر حتى يعني اقدر استخدمه بعدين بعلاج المننجايتس او غير حاله. يعني بالتركيب بالحاله الطبيعيه اذا ما عندي مننجايتس ما يوصل ابدا، ما يعبر للسي ان اس الا اذا صار عندي انفلاميشن اقدر استخدمه بعلاجه. البنسلينات بها اربع جروبات. الجروب الاول اللي هو ناتشرال بنسلين يتكون من تو دراج. اذا ترجعون للكتاب اكو واي حكي على كلهم، انا طلعت لكم اللي اريده واللي انتم المهم تعرفوه، وبي عاده وهذا كلش هوايه حكي، انا حتى ما تنخبصون رتبت لكم اياه. ناتشرال بنسلين بي تو دراجز، بنزل بنسلين اللي نسميه بنسلين جي، وفينوكسي مثيل بنسلين اللي هو البنسلين في. البنسلين جي دائما موجود على شكل بروكاين بنسلين او بنزاتين بنسلين. ليش يسووه هيك؟ حتى الابزوربشن ماله يقل، يعني يكون بطيء ويبقى بالجسم يشتغل فتره اطول. بنزل بنسلين او البنسلين جي يشتغل على الجرام بوزيتيف كوكاي، جرام نيجاتيف كوكاي، جرام بوزيتيف باسيلاي والسبايروكيت، ما يشتغل على الجرام نيجاتيف باسيلاي. وبعد هذا نعطيه بارنترال، ما ينعطيه اورال لانه يتاثر بالاسيديتي مال ستومك، ما يشتغل اذا انطيناه اورال. الفينوكسيميثيل اللي هو بنسلين دي يشتغل على نفس هاي المايكرو اورجانيزم إضافة إلى some anaerobic bacteria، لكن الفرق إنه more acid stable فممكن ناخذه orally. وهذول تقريبا اثنيناتهم obsolete يعني ما نستخدمهم. الجروب الثاني سموه anti-staphylococcal penicillin. شفتوا أنتوا البيتا لاكتاميز انزيم، اول بكتيريا انتجتها هي الستافيلوكوكس اورياس. انا ما اعرف ايش انتم ايش ماخذين بالمايكروبيولوجي. الستافيلوكوكس اورياس هي جرام بوزيتيف بكتيريا، واذا سمعتوا انه الجرام بوزيتيف بكتيريا هي اللي تنتج هذا الانزيم، فبدا بالستاف اورياس. فهذا الجروب سموه على اسمه، يعني بوقتها هاي الدراجات اكتشفوها تشتغل على هاي البكتيريا اللي تنتج هذا الانزيم اللي يحلل لي البنسلين. واضح؟ هذول الاربع دراجات الميثسيلين، نافسيلين، اوكساسيلين والدايكلوكساسيلين اكتشفوهم بوقتها يشتغلون على هاي البكتيريا اللي تنتج هاي الانزيمات اللي تحلل الدراج مالتنا. وطبعا هي ما تشتغل على جرام نيجاتيف بكتيريا، مثل ما قال لكم بالفيديو انه يختلف السيل وول. أني خلت لكم السيل وول بالأخير أرجع أشرح لكم إياه، لأنه إحنا ما يعني ما أدري يعني ما خلت هنا، صار بالأخير الصورة خلت لك هنا إكس جرام نيجاتيف. بنسلينيز أو بيتا لاكتاميز بروديوسينج مايكرو أورجانيزم يشتغل عليها. بنسلينيز أو بيتا لاكتاميز ريزيستنت بنسلين، يعني البنسلينات اللي تقاوم هاي البكتيريا اللي تنتج هاي الإنزيمات، ما تتاثر بالانزيم اللي ينتجه هذا الدرج، بس بعدين هم صار ريزيستنس، هسه هذول هم ما يشتغلون على هاي الانواع من البكتيريا اللي تنتج الانزيم، بس بوقتها كان هو افكتيف.
ميثاسيلين اللي هو ما ادري سمعته او قريته على المرزه ام ار اس اي، ميثاسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس. هو الميثاسيلين اول شيء اكتشفوا علاج له، بعدين صار مقاومه له، فقاموا يسمون هاي المجموعه من البكتيريا بالميثاسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس او يسموها بالمرزه. الميثاسيلين هسه قاموا يستخدموه بس بالمختبر ستاندرد بالتريتمنت بالتجارب مالتهم فقط، لانه فيري توكسيك. absorption هاي الاربع درجات decreased with food، لذلك احنا شو نسوي؟ لانه اكو اسيديتي دا يصير بيها destruction مثل البنسلين جي، فشي يسوون؟ ياخذون الدراج العفو الدراج قبل نص الى ساعه من الوجبه او بعدها، لو قبل لو بعد الوجبه ب 30 الى 60 دقيقه. يعني اذا اخذته وانت يعني اكو فود بالستومك كانه انت ما ماخذ دراج. واضح لهنا شباب؟ الو الو دكتور، هذا البنسلينيز، دكتورة نعم هذا البنسلينيز يعني البكتيريا تنتشر؟ هي احنا مو قلنا اسمها بيتا لاكتاميز انزيم؟ لانه ايه. دي لانه البكتيريا بدات تنتج ضد البنسلين مثل صار الانزيم ريزيستنس. صار لا العفو مو هذا قصدي، صار باسمه، بدل ما يقولون بيتا لاكتاميز يقولون بنسلينيز انزيم، مثل ما هناك عندنا ترانسبيبتايدز انزيم لان ارتبط بالبنسلين سميناه بنسلين بايندينج بروتين، هذا همينه بدل ما يقولون بيتا لاكتاميز قاموا يقولون بنسلينيز. فاذا تقول بنسلينيز او بيتا لاكتاميز انا اعرف انه انت تقصد الانزيم اللي تنتجه البكتيريا حتى ايه تحل. واضح. المهم يبدي هسه عندنا من نايه انه الجروب الثالث هو الاكستند سبيكترم، مدى اوسع شويه، عندنا الامبسيلين والاموكسيسيلين، واثنيناتهم احنا نستخدمها كلش هوايه وبدون وصفه طبيب وبدون استشاره طبيب. ار اسيد ستيبل بدليل انه احنا الاموكسيسيلين مو ناخذه اورالي، مو صح؟ صح دكتور صح. السبيكترم ماله نفس اللي هو على البنسلين جي اللي هو من هو الكوكاي بوزيتيف نيجاتيف والجرام بوزيتيف باسيلاي، هنا ينضاف له جرام نيجاتيف باسيلاي. اكستند يعني وسعت الاكسبكترم مالته، شنو اللي انضاف؟ جرام نيجاتيف باسيلاي كلها دخلت. امبسيلين تشويست فور جرام بوزيتيف باسيلاي ليستيريا مونوسايتوجين، يعني اذا عندك اصابه بالليستيريا مونوسايتوجين انت تجيب الامبسيلين بدون ما تفكر اصلا، لان هو دراج اوف تشويس لهاي الحاله. اموكسيسيلين not used، هنا كلمة used ما يعني ما أدري ناسي أو بس هو يعني مبين إنه not used for enteritis due to shigella or salmonella. اللي ينصاب بالشيجلو يصير عنده شيجلوسز أو سالمونيلوسز، يعني ينصاب بالبكتيريا الشيجلا أو السالمونيلا يصير عندهم فد type of diarrhea. الأموكسيسيلين بهاي الحالة ما يفيد استخدمه لهاي البكتيريا. ليش؟ لانه لو كونسنتريشن ريتش تو ذا انتستينال كريبت، الانتستين مو بها هاي الكريبس الطيات مو؟ ها شباب وياي؟ ايوه يا دكتوره. الاموكسيسيلين ما يوصل بالتركيز الكافي لهاي الطيات فيستخدمون الامبسيلين بمكانه. يعني ما استخدمه كعلاج للسالمونيلا وللشيجيلا، لا استخدمه بس للدياريا اللي صارت بسبب هاي التو بكتيريا. اوكي اوكي دكتور. اموكسيسيلين يوزد بروفيلاكتيكالي باي دينتست ان بريفنشن اوف بكتيريال اندوكارديتس، طبيب الاسنان ينصف ذول الاثنين حتى لانه مرات من يشتغل يصير تلوث يصير اصابه ببكتيريا، هاي البكتيريا تروح تسوي لنا اصابه بشغاف القلب يسوي لنا اندوكاردايتس، فعاده الطبيب راسا يكتب لك اموكسيسيلين كانتيبايتك ويا المسكن اللي يعطيك اياه ورا ما يشتغل على سمك. Both used in treatment، قلنا هاي الار اكس معناه treatment، both used in treatment of respiratory infection، وكلنا من يصير عندنا respiratory infection بنروح ناخذ اموكسيسيلين. يعني هذا تقريبا احنا من حياتنا اليوميه،
ما عدا هاي مال الدياريا بالسالمونيلا وش قلنا يعني ما اخليها احنا. تمام، هذا الاكستند سبيكترم مهم جدا. اكو فد جروب صغير يعني مو من ضمن البنسلينات هذولا، بس هو فد جروب صغير له علاقه بهذولا، نسميه بيتا لاكتاميز انهبيتر، يعني الادويه تثبط البكتيريا المنتجه لهاي الانزيم اللي هي منو؟ كلافيولانيك اسيد، سالباكتام، تازوباكتام. هاي الثلاثه بيهم بيتا لاكتام رينج، يشتغلون كانتي مايكروبيال، بس الشغل مالتهم نوت سيجنيفيكانت. انتم ماخذين احصاء ما ادري، لا يعني نقول غير معنوي، يعني ما ينطيك افكت، يعني فد شيء بسيط يشتغل. فاحنا شو نسوي؟ ناخذ هذولا الثلاثه نسوي لهم كومبينيشن ويا البنسلينات اللي عندنا حتى نمنع الهايدروليسز اللي يصير بالبيتا لاكتاميز انزيم، وايضا زيد السبيكترم مالت الدرج. يعني هسه احنا بعدنا بالاكستند اللي هي اموكسيسيلين وامبيسيلين. هذا الجروب اللي هسه حكينا عليه الكلافيولانيك اسيد اللي هو اول واحد اخذه ويا الاموكسيسيلين. سامعين بالاوجمنتين؟ حبوب اوجمنتين واخو شراب مال اطفال اوجمنتين. اي موجود سامع. وهو عباره عن كلافيولانيك اسيد اند اموكسيسيلين، روحوا شوفوا تلقوا كلافيولانيك اسيد واموكسيسيلين. شنو الفائده من عنده؟ بروتكت ذم يعني الدراجز مالتنا من الانزيماتيك هيدروليسيز اللي هي بمن؟ البيتا لاكتاميز انزيم يقصد، اند اكستند سبيكترم. الامبسيلين ويا من اسويها كومبينيشن ويا ثاني واحد اللي هو السالباكتام. واضح؟ هذا جزء تابع للاموكسيسيلين والامبسيلين. انا خليت ذاك بيناتهم حتى تعرفون شنو هذا اللي جبته سوينا كومبينيشن ويا. تمام شباب اعبر؟ تمام دكتور. تمام واضح. الجروب الرابع هو الانتي سيدومونال بنسلين بي 2 دراج، تاكارسيلين وبيبراسيلين. من اسمه انتي سيدومونال عليه من يشتغل على السيدوموناس وسبيشالي على السيدوموناس اوريجينوزا، اضافه على انه يشتغل على الجرام نيجاتيف باسيلاي ما عدا الكليبسيلا ما يشتغل عليها. بيبراسيلين اكثر افكتفنس وبوتنسي من التاكارسيلين. ايضا هذول نسوي لهم كومبينيشن ويا البيتا لاكتاميز انهبيتر، التايكارسيلين ويا الكلافيولانيك، بيبراسيلين ويا التازوباكتام. كاتبت لك ريسبكتيفلي يعني على التوالي، يعني اقصد تايكارسيلين بيبراسيلين ويا كلافيولانيك تازوباكتام، فكل واحد ويا اللي تحته اللي نفس السبب انه امنع الهايدروليسز، وبالتالي دا ازيد الاكستند يصير للسبكترم مالتي التريتمنت مالتي. ادفيرس افكت للبنسلينات كلها هايبر سنسيتيفيتي اللي تشكل 5% واللي سببه الميتابولايت مال البنسلين مو البنسلين نفسه. النقطه الثانيه يصير عندي دياريا ديو تو امبالانس بالانتستاينال مايكروفلورا، بعض الاحيان يكون شديد جدا بحيث يوصل الى انه يصير عندي سيدو ممبرينس كولايتس. النقطه الثالثه يصير عندي نفرايتس نيوروتوكسيسيتي، والنقطة الأخيرة هو هيماتولوجيك توكسيسيتي. Uses of penicillins، أول شيء نجي على البنسلين جي، قلت لكم أنا هو موجود على شكل بروكاين وبنزاثين بنسلين حتى أخر الأبزوربشن مالتهم حتى يبقى فترة أطول بالجسم. يستخدموه للنيمونيا، سيفلس، جونوريا، بالكلوستريديا اللي هي أنيروبيك، كلوستريديا تيتاني اللي يسوينا تيتانوس، أنثراكس اللي هي الجمرة الخبيثة، دفتيريا، وحالات الاندوكاردايتس. اموكسيسيلين يستخدموه باليورينري تراكت انفكشن، اوتيتس، مننجايتس، بنسلين ريزيستنس، نيموكوكاي. الامبسيلين يستخدموه للشيجلوسز، لستيريا مونوسايتوجين، ايكولاي، هيموفيلس انفلونزا، سالمونيلا تايفي. سالمونيلا تايفي بالكتاب موجود، بس هو بالحقيقه هسه بعد ما يشتغل عليه. يشتغل عليه السبروفلوكساسين اللي راح ناخذه احنا مستقبلا اللي نسميه سبرودور واكثركم يستخدموه.
فاني اذا جبت دراج اوف تشويس للسالمونيلا تايفي ما اقبل تكتبون امبيسيلين، بس انا كتبته لانه يعني بالكتاب موجود. اوكي، اذا ردت سالمونيلا تايفي تكتبوا لي سيبروفلوكساسين اللي راح ناخذه، لان هو بعد انت كاتب في المحاضره ما يريد اشرح لك اياه هسه، دا اقول لك هو موجود بالكتاب بس هو ما دا يشتغل عليه. مو انا اجيب سؤال drug of choice هاي الحالات، انطيك الحالات تكتب لي تريتمنت الها. اوكي، فانت من اجيب لك اني سالمونيلا تايفي ما اقبل تكتب لي امبيسيلين، اني دا اقول لك ما اقبل تكتب لي امبيسيلين لانه ما يشتغل، يشتغل عليه السيبروفلوكساسين اللي راح ناخذه. الانتي سيدومونال بنسلين اللي هو التاكارسيلين والبيبراسيلين استخدمه لسيدوموناس اوريجينوزا ايكولاي هيموفيلاس انتيروبكترياسي كلها والبروتياس فقط. هم تقريبا خلاص، بس هاي الصورة حتى تشوفوها جرام بوزيتيف بكتيريا، هاي بها ثيك سيل وول وبعدين يجي السيل ممبرين. جرام نيجاتيف ليش ريزيستنس اكثر والبنسلينات ما تشتغل عليها بقوة؟ عندها سيل ممبرين ثين لاير ببتايدوغلايكان وترجع عندها ممبرين ثانية، فإذا دخل البنسلينات يحصرها هنايا، ما راح يخليه يعبر الجو حتى يشتغل، فما راح يأثر على البكتيريا. عرفتوا شلون؟ إذا ترجع للفيديو همينة يقول لك رتين للبنسلينات بين الممبرينات الاثنين راح يحصرها هنايا، فما راح يقدر يشتغل. فمو كل البنسلينات مثل ما أخذنا هسه من الإكستند وفوق يشتغل على جرام نيجاتيف، بس اللي قبله كله ما يشتغل. فهذا الفرق بين، اخاف ما ماخذي بالمايكرو بيولوجي ما ادري اخذته او لا، هذا الفرق بين الوول مالت الجرام بوزيتيف وهذا الجرام نيجاتيف بكتيريا. احد عنده سؤال؟